أزمة كبيرة، لأنه أكو لجان شعبية بالساحات تنفذ قانون والدولة واقفة. يعني مثل ما ذكرنا بالمقدمة أنه أنت تريدون بهاي الانتخابات مقاطعة تزيلون الشرعية عن هذا أنا بالتالي أنا ما مقتنع بكل الأدوات اللي قاعد يلعب بها النظام السياسي اللي مسمي نفسه ديمقراطي ومغيب لي 10 من مفاهيم الديمقراطية ومشلب لي بمفهوم واحد. هاي مو ديمقراطية، هاي ديمقراطية مقنعة بالديكتاتورية. جيب لي 10 مفاهيم الموجودة وقعد طبق لي اياهم واشتغل عليهم بخط زمني. لجان شعبية هي اللي تنفذ قانون بالشارع من دون أي صفة قانونية، هذول مارقين عن القانون. سيارات دولة تدخل تقتل وتضرب وهي مسلحة ومدججة واحتمال أخذتها من الناس من داخل الساحات، يقول لك ما عندك دليل. هذا مارق عن القانون. مجاميع خارجة عن القانون تروح الطب وتتحارش بواحد وتطلع تاخذ قوة من ضباط موجودين بالفيديو، ضباط طبون ينفذون عملية قتل، وهاي المجموعة تطلع تسحله تنشمر براس المحتجين. هاي شو وقت وين؟ كلها موجودة بالساحة، كانت موجودة. هاي عملية الوثبة اللي كربسوها براس تشرين، عملية السنك كربسوها براس تشرين؟ اي كربسوها. العداية المئات اللي كانت واقفة تصور دكتور؟ ما لي علاقة بالمئات اللي تصور دكتور، في دور اروح لك ستة اليوم اذا اكو شلل بالشارع انت تقعد تصور. هاي شغلة عوفة عوفة دكتور، في دور اروح لك. من اللي قتله دكتور؟ فيديوهات موجودة، اكو قوة أمنية طبت نفذت العملية وطلعت. يعني انت عندك دليل مغاير؟ دكتور الفيديوهات موجودة، أنا ما قاعد أناقش بمواضيع فيديوهات بها موجودة. إذا أنتم ما مدورين بالتفاصيل فل... أنا ما أدور، أنا مو جهة تحقيقية دكتور. إذا أنت مو جهة تحقيقية، أنت عليك مسؤولية اجتماعية أنك تقعد تتبرع فيديوهات دكتور. فيديوهات أكو ضباط موجودين وأكو ناس ضباط يعني كتلوا؟ والله اللي قال بالفيديوهات أنا ما أدري. عجيب أن يقال عزيزي أنت عزيزي ضابط يقول أنا نفذت عملية وطلعت. منو قال؟ شوف الفيديوهات دكتور انت من هذا الضابط؟ اذا ضابط موجود صارت اكو طلعوا اعترافات لي شلون القناة العراقية عرضت قناة رسمية ومحاكم موجودة عزيزي. اذا احنا صار لنا 18 سنة نلعب بمفهوم مجهولية الفاعل. اكو طرف سياسي موجود مش قد حلو طبعا هو يمين. يعني تبي تقول لكم مخابرات دولية هذول المكون يعني. هذول المكون اللي هو مكون الفساد هذا عابر للطائفية، هذا المكون الوحيد اللي عابر للطائفية بالعراق. تدري ليش؟ لان هم مجموعة يستحي قدام المجتمع الدولي انه يخلي سلاح الدولة وادوات الدولة هي اللي تنفذ عمليات القمع وعمليات الجرائم النوعية اللي تصير بالمناطق اللي تحررت من داعش حاليا، إضافة للعمليات النوعية اللي تصير بالجنوب. على أي واحد يرفع صوته ممكن أنه يكون مرشح عنده شوية مقبولية. هذول ما يقدر كنظام سياسي أو كدولة هي اللي تنفذ عمليات، فأكو ناس خارجين عن القانون وهذول ينفذون العمليات. وتبقى يبقى مفهوم مجهولية الفاعل لاعب بينا طوبة من 18 سنة من 2003 ليومك هذا. يطلعون اثنين ثلاثة هم اللي يشيلون الدعوة، هم اللي يشيلون الليلة، ليش انتهى التشريع؟